مهرجان سمو الأمير مهم لجميع الملاك الهجن، ونحرص عليه دائما. الحضور قوي السنة، ونتأمل إن شاء الله لنا وحق الإخواننا المشاركين الفوز إن شاء الله. والله محظ اللي يقعود إن شاء الله في شوط المحليات، والله القعود في رصيد رمزين ثاني على الرمز، ونتأمل منه إن شاء الله اليوم. أكيد منافسة قوية، يعني ما راح تكون منافسة عادية، لين الأمتار الأخيرة بتكون منافسة قوية. مطلوبين شوط ما روحت فيه إلا أبغي الشوط، أبغي الأول، وإن شاء الله الله يكتبها لنا ولا اللي له النصيب إن شاء الله. والله المهرجان ما فيه كلام، وعليه إقبال قوي، نسأل الله التوفيق إن شاء الله. والله الأشواط قوية، كل شوط أقوى من الثاني، ومن أقوى المهرجانات ذا السنة. مهرجان عالمي، والناس ترغب للمهرجان، والناس معينة منه خير. مهرجان يعني لونه فيه لين باكر ما يسده، لو نتكلم عنه لين باكر ما حد يوفي. والله عندنا بكرة شعار بن قريع محمد بعلي الإمبراطور الدوحة، شوط مفتوح، وعندنا بكرة طال عمرك شوط الانتاج مرهب قبل قدس وناقلها مخذ العام الشرفة اللي قايب مفتوح، ومخذ السنة مورسيتس. إنجازاته طيب، منافسين قويين، العرب محضرين وعندهم حلال طيب، والناقص أبوك من مستواهنا اللي في الشوط، وبعد يمكن ما بفضل عنها ولا ما بدون عنها. والله تعني لنا شيء كثير، المشاركة بحد ذاتها في سباق الأمير ناموس. والله محضرين قعود عندنا ماضي في رصيد الرمز، ومنافس على الرموز، ونطلب من الله التوفيق. أشواط الرموز كلها أشواط حجين سباق وأشواط قوية، وكل يطلب التوفيق. والله احنا متمنين خير ونصيب عند رب العالمين. والله يعني فرحة غير عادية توصف فرحتنا. نعم والله محاضرين في المفتوح، محاضرين في العمانية، والله حلال كل إنجازات طيب، مشاركات حلوة، والله مشاركات يعني حلوة في رقامة. نعم ما أحصل أنا إلا رموز، والله مو مغامر على شعار حمد راشد. نعم والرموز مو بغريبة عليه، كان حظ العادي ولا سوء. والله عندنا بكرة وقاعدين هنا طيبة، قود قد يا ثاني على الرمز العام، والسنة شوي كان ضال أول موسم، والبكرة يا ثالثة على الرمز. مطيلي تشارك في ثلاث الأوائل رايت تبيضة، أما السبق قسمه نصيب كل واحد اللي منك. حتى في النقضية في ناس محملة تبغى تسبق فيه، بس الشوط مية على كيفك، المطية مية على كيفك. والله اللي أقول اللي يجيب الزعفران في المهرجان هذا بحد ذاته ناموس. مشاركة تعني لنا شيء كثير، عندنا ناقة مجهزينها لنا في الشوط المفتوح، ناقة اسمها بلشة، ثاني في المؤسس، سبقت في السعودية، سبقت في الوالد، ونطلب من الله التوفيق. الحلال ما حد نقدم بهذا الشوط إلا مستعد، ونطلب التوفيق من الله. الناقة عملنا فيها طيب، ونطلب التوفيق. والله الركض قوي قوي، أرى من الوالد والمركض قوي، حتى الوالد قوي، كله قوي، والركض هذا قوي من بدال، حتى النقد يقوى مرة. مجتمع الناس كلهم مجتمعين الحين، ما فكهم المراكيض مجتمعين كلهم مع بعض، وقوي المركب. والله مشاركة في سمو الأمير تعني لنا شيء كثير يا طويل العمر، شيء يعني ما ينوصف ولا لا حدود. كل ما جينا سنة حصلنا مفاجآت وايد زينة الحمد لله، والتوفيق والمركات طال عمرك في صعود مو في نزول. والله تحضيرنا عندنا قعود، ونطلب التوفيق من الله، قعود زين، منافس على السيارات وما في السيارات، وهذا ترى طال عمرك رزق عند الله. الحين هذيلا كلهم تشوفهم اللي محاضرين هني ما يدرون ياخذون الرمز ولا ما ياخذون. رجعنا طال الله عمرك ختامية شحانية غالي عندنا، وحن كل سنة الحمد لله نجي. اي نعم حضر لهم كرارة، ما اخذوا موتر في ختامية الشحانية العام، وسابقه الشوط الرئيسي في الجنادرية قبل كم يوم عصاته يبطانه الشوط الأول.
والله تعنينا الأشياء الكثير. الله طول عمار الشيوخ، طول عمارهم، مزوين الركض، مزوين الخير، وبيض الله يوفقهم. مشاركة أروح أنا وياهن إن القدر كبير، ناجح من كل مقاييس ما شاء الله، ما في كلام. الركض ما شاء الله مولع شاط نار، لما عنده سوق مر لي يجيب السوقي. والله مشارك عندنا بكرة في العمانيات، هاي الأمان بكرة طعمك يا ثاني على كاس اللبسة، وفي الوقت بيابا ظلت وغيت الشوط الأولي، واليوم شاركي بها إن شاء الله، وفعلها إن شاء الله الليلة الشالفة منقطع. السنة في تغيرات وفي طال عمرك مفاجآت، صراحة مهرجان لا يعلى عليه، والله ركض سريع في سرعة ركض، لكن السبوق ما تكون معك سبوق ما عندك مشكلة في كل سن. والله بكرة ساري بلوش بكرة سبوق، وإن شاء الله نتمنى منها رمز. بكرة حاصل على سيارتين ونتمنى منها إن شاء الله رمز. والله منافسين هم حاطين سبوق وحنا مستعدين إن شاء الله. مهرجان غالي علينا وتعني لنا الشيء الكثير، ومهرجان تجمع وفرحة وناموس وعلوم زينة، اللهم لك الحمد والشكر. والله عندي بكارة محضر هالليلة إن شاء الله، فالين خير إن شاء الله. عندي ناقة في المفتوح وعندي في الانتاج، ما أخذت رموز كله، هذا مطلب الجميع، وكل طال عمرك عاد العدة ومجهز، يبقى توفيق الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. شوف مهرجان يليق بالاسم، سمو سيدي أمير البلاد المفدى، يعني يحمل الاسم هذا، والمهرجان يكون على أفضل ما نتمناه، ونتمنى التوفيق للجميع. مشاهدين الأعزاء، انطلق على بركة الله شوط الشلفة، الشوط المرتقب مع انطلاقة هذا الشوط وسن الجذاع وقصة عشق لا تنتهي من الإثارة. هذه بلشة، سلام بالعرج، سلام بالعرج، بلشة ولسان حالها، وإني لنجم تهتدي صحبتي بيا إذا حال من دون النجوم السحاب. سلام يا بلشة، سلام بالعرج، سلام الشلفة مع بلشة. أيها الإخوة المتابعون عشاق الأصالة في الوطن العربي الكبير، تحية نحييكم بها من هنا من ميدان سباق الهجن العربية الأصيلة بمنطقة الشحانية. حيوا الشحانية، حيوا الثاعي، حيوا الزبداني، الخنجر في الشوط الرئيسي المفتوح مع ثاعي الزبداني، حقق الخنجر في الشوط الرئيسي المفتوح، الخنجر إلى ثاعي إلى الزبداني. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. متابعينا مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير. علوه يا السرعي، علوه انطلق مع رحاب مع الشلفة مع رحاب، أبناء السلطنة، الخنجر عمانية والشلفة عمانية، سلام يا أبناء السلطنة، سلام. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية وعلى الهواء بثا مباشر. أشوف التسلل من والم المسلم بن علي بن دري المنصوري، بو علي، لكن هنا مياس علي بن سعيد الزرعي، علوه إلى هالي السلطنة، سلوم للمرة الثانية إلى أهالي سلطنة عمان. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، أحييكم
بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمتي وبركاته، ورحب بكم. دوشة 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 ونبا دوشة ونبا وفزعة، ولكن دوشة مرغم له الشلفة إلى مرغم وأبناء مرغم، تهانينا والناموس لسالم بن راشد بن غدير اكتبي. نصل بكم إلى سادس أشواط هذا المساء، والشوط السادس الخاص بالجعدان الإذاعي للإنتاج والخنجر، بالإضافة إلى جائزة المليون ريال قطري. نتمنى للجميع التوفيق والسداد والنجاح. سلام هنا أيضا الخنجر شحاني يا بن مهيرة، بيض الله وجهك على هذا الأداء الجميل. تهانينا لمالك عفرين جابر بن سالم بن سعيد الجربوعي المري على الفوز بالمركز الاول، ما يهاب المركز الثاني محمد الخليفي بن زهره الخيالي. انجازات هذا العمر في رصيدها ثلاث سيارات وبيها مبلش السعودون، الله وامها من انتاج الخليفه سعود محمد الخليفه، اشتركت حقها في الرموز وجات خامس عندنا، ولقيها الناقه ضالع، والسنه اول لها مشاركه في الرمز. خطورها العرب جاهزين، الحلال كله قوي، وشوط ربز الناموس هديه الى مشجعين الشعب والى سعود محمد الخليفه. ذكره اسمها رحاب، وكسرت على الشوط الثالث الحمد لله. الصوت عنده شوية منافسة قوية، بس الحمد لله قدرت أنها تحقق المركز الأول، وسلالة أبوها ولد شاحن الكليلي وأمها محلي، وإنجازات السابقة حاصلة على السيارة بأكل حج، ولقية ما اشتركت من مواقعات صحية الحمد لله. مشدينا على السنة أول موسم كلها ركضة طيبة لأن اليوم القعود أبوه مياس أبو قال وحاصل قبل على السيارة، والحمد لله اليوم حصل على الرمز الحمد لله، اللهم لك الحمد. والله شوطي قوي، منافسه للامثال الاخيره اذا انت بروحك شق، منافسه قويه، ما حزم الشوط الا اخر يمكن 10 امثال. والله احنا عادين المركز هذا من عقب مركز ولي العهد في دبي، هيناه حق المركز هذا الحمد لله، يعني اداء والله المهرجان ناجح بكل المقاييس وفخم وفي اقبال كثير وتنظيم عالمي وجوائزه ما شاء الله غنيه عن التعريف. أهدي الناموس إلى أخواني وإلى مشجعين الشعار وإلى أهل السلطنة كافة. الثاعي سابق للشوط اثنين، عنده إنجازات، وصيف الرمز في الأمير الوالد، منافس على الرمز في المهرجان المؤسس، واليوم الحمد لله رب العالمين، ربي جمله ووفقه وخذ الرمز. سلالته بيه برق أم الزبار السوداني أم الذيبة منتاجي، وفي رصيدها ثلاث سيارات، ثلاث اشتراكات رموز، جميع مهرجانات قطر اشترك فيها رموز. وأنا كنت مستهدف إني آخذ رمز في قطر. المشاركة في مهرجان سمو الأمير يعني لي شيء كثير، وشرف لي أني أخذ رمز عليه اسم سمو الأمير أمير بلاد الفتاق. والله الحمد لله شفنا المهرجان في أحسن صورة وأفضل حال، والدليل الإقبال للأعداد والكمية الموجودة في المهرجان. والله الشوط مو بسهل، شوط رمز، والحمد لله رب العالمين اللي حققنا. والله القعود اشتركاته سب نفسه إلى ما سبق، يعني آخر اشتراك له ثاني ثالث في مهرجان الكويت، ثاني على السيارة في مهرجان الأمير الوالد، واللي عرفته ختم هذا الخنجر سلالته من هجن مال الحبلة ونواف الأمير تركي. السبقة حتى لو في نقدي في مهرجان الأمير يعني شيء كثير، كيف أنه حاصل لك على رمز. إن شاء الله عندنا قرعة لبطولة كرة يد الهجانة الثالثة، البطولة العالمية اللي راح يشارك فيها تقريبا 14 فريق من أعضاء الاتحاد العربي وكذلك من دول عالمية. بعد القرعة راح تكون هناك تدريبات للفرق اللي توها واصلة،
وبكرة إن شاء الله راح تكون عندنا 3 مباريات، وبعد بكرة 3 مباريات يتأهلوا منهم 8 أفريقيا للدور قبل النهائي، وبعدها بتكون في تصفيات للدور النهائي إن شاء الله. اللعبة هذه لأنها ما فيها صعوبة ولا فيها تكاليف، بإمكان أي شخص يعني يلعب اللعبة هذه حتى لو في الصحراء، تتطلب عدد 3 مطايا و3 ركابة وهدف مرمى وتخطيط الملعب حسب النظام اللي موجود للعبة هذه، وبإمكان الناس تلعبها في أي مكان في العالم. عندنا مشاركين من دولة تشاد، وعندنا من فرنسا، وعندنا من تركيا، وعندنا من طاجكستان، وعندنا كان للحظات الأخيرة من أمريكا، ولكن بسبب ضيق الوقت ما قدروا يوصلون واعتذروا، لكن أكدوا علينا هم وبريطانيا على الحضور في البطولة الثانية. إن شاء الله نستقبل هنا ما يناهز 30 أو 40 دولة، لأن هذه اللعبة سهلة وفيها تشويق وفيها تكتيك وفيها احتراف. فإن شاء الله نوعدكم بعد 2 سنين أن تكون البطولة يمكن على مدار 10 أيام لين نحصل نصفي الفائز فيها. نحن إن شاء الله مستعدين للمشاركة في البطولة الثالثة اللي تجري في دولة قطر الشقيقة، واللي هي انطلقت منها أول لعبة كرة يد الهجانة في إطار الاتحاد العربي وابتكارات الاتحاد العربي اللي شملت عدة ألعاب أخرى، واللي ممكن إن شاء الله نشوفها في المستقبل. إحنا شفناها في موريتانيا وكلها صادرة من قطر، من الاتحاد العربي في قطر. المشاركة في دولة قطر تعني لنا شيء كبير. هذه الدولة نحن نعي بحكامها وهلها، والمشاركة فيها بحد ذاتها شرف. ولا نستغرب عمارنا هني عند محبين وعند هل وعند اخوان، هذا اخو وهذا رفيق وهذا اما طال عمرك. بالنسبة للمهرجانات اشكر الحكومة على الدعم غير محدود لهذا الرياضة. هم داعمين كل الرياضات الموجودة، لكن نحن نحس رياضتنا هذه بعد لها دعم خاص. نعم، والمهرجان السنة يطول العمر مختلف. هذا المهرجان بالذات مختلف عن كل المهرجان. أنا من بدأت تأسيس الركض في قطر أنا موجود. العالم اللي شفناها من السنة وأعداد، والله أنا أشكر صراحة القائمين على هذا المهرجان لتمثيلهم وتعاونهم ويا الجمهور. ما مخلني شيء ناقص، خلي الحكومة، نحن ما الحكومة موفرة كل شيء، لكن بك بعد الإنسان مثل مدير الاتحاد، مثل مدير اللجان، مثل المسؤولين، مثل إدارة المرور اللي تعدل حركة السير سواء كان للهجن ولا للسيارات، من تطلع الشمس لين تمشي وهم في جهاد يبون راحة المشارك. اسمع، هذه الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر، نحمد الله ونشكره على هذه الساعة الطيبة اللي الله يلمنا في مثل هذه المهرجانات. دائرة متكاملة، فيها دائرة اقتصادية، فيها دائرة منافع، أرزاق، خبرات، تجمع طال عمرك أخوي، حتى شيوخ عزيمة تلقاهم بالعزم يهنون عنده 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 ربح. أنا بخبرك ما محطين حاجز بيننا سواء هني ولا في أي دولة من دول مجلس التعاون.
تلقى زيارات متبادلة، والأخوان كذلك، هذا الغداء عند هذا، العشاء عند هذا، الريوق عند هذا، مسير على هذا، منومس هذا، هذه الروح حين ما تلقى في الدول ثانية ما تلقاها، هاي الأشياء ما تلقاها، وأي رياضة ما تلقاها من الرياضة ترى. يعني مع احترامي للرياضات الباقية، لكن احنا رياضتنا يعني فيها ألفة، فيها تكاتف، فيها تواصل. يعني اليوم سبقني فلان باكر انا بسير اسلم عليه، خلاص سبقني بحاربه، لا اسير عليه بسلم بهني بالناموس بعزم. تسمع كذلك عاد بالمثل الثاني والثالث، الحمد لله. وسولنا اخوان، سولنا اخوان ما يعني في كل مكان. اليوم انت نزلت الامارات جيت لك اخوان ومحبين ونزلت عندهم، انا جيت قطر كذلك، صرت السعوديه، صرت باقي دول مجلس التعاون كذلك. هذه نعمة من الله الحمد لله، وساعة حمد وشكر. والله يحفظ حكامنا والأمن والأمان. إن طال عمرك شاركنا في سن الحجايج، وعندنا مشاركات في سن الإذاع والثنائي والحول، ولكن مشاركات عادية. ونتمنى التوفيق لنا والأخوان. هذه اللي في سن الحجايج طال عمرك شاركنا، أخذنا على الرمز، رمز الإنتاج الجدا. والحمد لله على التوفيق وعطية الرب، ونشكر حكومة قطر من رئيس الدولة إلى أصغر موظف على حسن الضيافة والاستقبال والصدور الرحبة، واللي ما علينا خلونا قاصر.